انا شايفاها مباراه يا استاذ عمر. لا انا ما اقدرش على محمد رياض لا مباراه لا ايه بس. بصراحه مباراه تمثيليه جميله جدا، ممتعه جدا، مشهد حلو قوي في ما بينكم انتوا الاثنين، نوع من انواع التحدي بمنتهى الهدوء والادب ومفيش اي زعيق، بس محمد اي انا عايز كده. اقول بس حاجه، انه محمد رياض قمه كبيره جدا 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 حقيقي بجد، مش بقولها مجامله. وهو الممثل المفضل للمخرج، خلي بالك يعني ده ابنه البكري يعني. الاستاذ حسني طبعا. فساعه دي بيخليك تغيري شويه وانت بتشتغلي. بس محمد رياض طاقه ابداعيه اكثر من عظيمه، حاجه يعني متكامله، صوت خامه صوت ما حصلتش، اداء فوق المتوقع، حد بيديكي طاقة وانت بتشتغلي ما حصلتش، يعني ما شاء الله عليه محمد رياض. طبعا 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 نجم كبير، بنوجه له كل التحية، واكيد طبعا بنبارك له على نجاح المسلسل قلع الحجر. وكان معاكم كمان الاستاذ الكبير الاستاذ عبد العزيز مخيوم، طبعا الاستاذ سوسن بدر، طبعا فكان معاكم في المسلسل قامات كبيرة ومجموعة كبيرة من الفنانين الرائعين الحقيقة، اللي ما ينفع يعني ما حدش يقدر يتكلم عنهم، ما يختلفش عليهم اثنين. بالظبط، ما يختلفش عليهم اثنين ابدا، يعني فعلا قامات كبيره جدا في الفن. وده اعتقد ان دي من المكونات الاساسيه لاي عمل ناجح يا استاذ عمر، صح ولا حضرتك مش عايز اتكلم؟ طبعا هو كمان الحقيقه يعني واضح انه يعني الحديث بيفرض نفسه. استاذ حسني بارع جدا 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 في الكاست اللي بيختاره للعمل حقيقي. هو بيختار الممثل بقوه ادائه وعارف امكانيات كل ممثل، حتى من الكومبارس عفوا، يعني لو في ادوار ثانويه هو عارف يختار ليها مين بالتحديد. ويدهشك باختياراته، يعني مش اختيارات اللي هي متوقعه، معروف الصعيدي ممكن تجي، لا يعني عنده المعيه شديده جدا في المنطقه دي. ما احنا لو بنتكلم على اختيار متوقع اكيد ما كانش هيبقى استاذ محمد رياض اللي هو يعني ملونه او كده يبقى كبير من كبارات الصعيد، انما هو الناس عندها فكره انه الصعيد ما فيهمش حد ملون، انما دي مش حقيقه طبعا. لا، الصعيد فيه ناس كتير عندها عينيها ملونه وبيضه وكل حاجه أكيد يعني. اكيد اكيد. فلو كنا بنتكلم فعلا على التقليدي كان ممكن نشوف اي حد اسمراني وكده، او شكله اقرب للشكل التقليدي اللي احنا واخدينه او عارفينه عن الصعيد. انا عايز اقول لك حاجه حقيقي بجد، يعني اول مره اقولها، يعني في مشهد كنت بعمله مع الاستاذ رياض، فانا سرحت واحنا بنشتغل في ادائه، يعني من كتر ما انا معجب جدا جدا جدا، والاول بعترف يعني لقيت نفسي فجاه انا ما يعني اتخذت من كتر ما انا مستمتع بيك كممثل يعني. عدنا طبعا تاني طبعا. طبعا انا الحقيقه انا بحيي حضرتك جدا كمان على جمال قلبك وروحك الحلوه دي، لانه مش سهل حد يعني يشهد لحد قدامه، او مش سهل، مش سهل فنان يشهد. لا ازاي، دول اساتذه كبار جدا جدا، اساتذه كبار طبعا طبعا. لا يعني طبعا دي حاجه جميله جدا. طيب هستاذن حضرتك، هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حديثنا. تحت امرك. فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم.